السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم مشاهدين الكرام وين ما كنتم، حياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج الفجيرة تجمعنا. هذا البرنامج اللي نقدم من خلاله لكم أهم المواضيع والأحداث في إمارة الفجيرة وما حولها طبعا. أما مشاهدين الأعزاء، عن عناوين حلقتنا لهذه الليلة راح نتكلم وياكم عن مبادرة شتاؤنا دافئ، والتي نظمها المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في إمارة الفجيرة، وراح نتعرف وياكم أيضا على استعدادات إمارة الفجيرة لاستقبال حدث كبير وهو بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي لعام 2023 إن شاء الله في ديسمبر المقبل. وراح تكون لنا وقفة أيضا للحديث عن برنامج إعداد المحاضرين، وأيضا سنتطرق معكم إلى مشاركة نادي تراث الإمارات في فعاليات الدورة الرابعة الثانية والأربعون من معرض الشارقة الدولي للكتاب. وفي الختام أكيد سنبحر معكم مع الأدب والرواية وحوار مع كاتب ومؤلف رواية لعبة الدمى، بالإضافة طبعا مشاهدينا إلى العديد والكثير من المواضيع والتقارير المنوعة والمميزة والتي سنوافيكم بها إن شاء الله في هذه الحلقة. والبداية مع نادي تراث الإمارات، حيث شارك نادي تراث الإمارات وبالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية فعاليات الدورة الثانية والأربعون من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وذلك بتقديم باقة متنوعة ومتميزة من البرامج الثقافية والتراثية وعدد من المحاضرات وحفلات توقيع الكتب. أكثر للحديث أكثر طبعا مشاهدينا عن هذه المشاركة معنا عبر الهاتف الأستاذة فاطمة مسعود المنصوري، وهي مدير مركز زايد للدراسات والبحوث في نادي تراث الإمارات. أهلا وسهلا فيك أستاذة. يا مرحبا أستاذي الكريم، أهلا وسهلا، الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب. الله يعافيك ويا مرحبا بك أكيد في برنامج الفجيرة تجمعنا. بداية سيدتي الفاضلة، لنتحدث عن مشاركة نادي تراث الإمارات في معرض الشارقة الدولي للكتاب. نعم أستاذي الكريم، أنا في البداية بعد أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى تلفزيون الفجيرة ولجميع القائمين على هذا التلفزيون والمحتوى المميز صراحة، وشكرا جزيلا لدعوة نادي تراث الإمارات للحديث حول مشاركته الأخيرة في هذا المحفل العظيم الكبير الثقافي اللي هو معرض الكتاب، معرض الشارقة الدولي للكتاب، هذه الدورة المميزة. نعم الله يسلمك. الله يسلمك ربي. طبعا نحن أستاذي الكريم يعني سنويا نحرص على المشاركة في جميع المحافل الثقافية بجميع معارض الكتب، لا سيما أهم معرضين على مستوى الدولة، معرض الشارقة الدولي للكتاب ومعرض أبوظبي. أبوظبي نعم. نعم الدولي للكتاب، ونكون مستعدين حتى قبل من فترة يعني، ونحرص على المشاركة المميزة بالمحتوى التراثي والثقافي الذي يليق برسالة نادي تراث الإمارات، وكذلك يليق ويرتقي بمستوى هذه المعارض الكبيرة والمهمة التي تنظمها الدولة، لا سيما في معرض الشارقة الأخير كان معرض جدا مميز ورائع صراحة، والشعار اللي اختاروه المنظمين كان شعار وايد جميل اللي هو نتحدث كتبا، يعني كان شعار موفق وجميل جدا، ويعني ونحن شاركنا بمجموعة كبيرة من المحاضرات والبرامج الثقافية اللي تتسق كذلك مع هذا الشعار الجميل. إذا تحدثنا عن مشاركتنا، مشاركتنا أخذت مسارين، شاركنا طبعا بجناح جميل يجسد تفاصيل التراث الإماراتي الأصيل، وشاركنا بمجموعة كبيرة مميزة من إصدارات نادي تراث الإمارات في مختلف حقول التراث، في مختلف حقول التاريخ، التراث بكل مساراته سواء التراث المادي ولا المعنوي، إصدارات مميزة وجميلة في مجال الشعر النبطي لكبار الشعراء المخضرمين على مستوى المنطقة، دواوي الشعر مميزة جدا، كذلك إصدارات مهمة في مجال الأغزال الشعبية، في الكنايات الشعبية، في الألغاز الشعبية، في السنع والعادات والتقاليد، هذا على الجانب الكتب والإصدارات، كذلك إصدارات في مجال التراث العربي والإسلامي، شاركنا مجموعة كبيرة من المخطوطات المحققة، نادي تراث الإمارات حقق يعني واشتغل على تحقيق مجموعة كبيرة من المخطوطات المميزة في مجال التراث العربي والإسلامي، كانت كذلك متوافرة في جناح النادي خلال
فترة المعرض، فالجناح كان ما شاء الله يضم يعني مجموعة مميزة جدا من الكتب على مستوى كذلك التاريخ. هناك عناوين جدا مهمة ومميزة كانت في جناح النادي، كتب تتعلق طبعا بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، منها على سبيل المثال أذكر بعض العناوين، كتاب بعنوان وقفات في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤلفة، ونحن نوجه لك الشكر والتقدير من هذا المنبر المميز عبر قناة البجيرة، الله يسلمك، الدكتور سيف البدواوي، كتاب جدا مهم ومميز ويضم مجموعة من الأبحاث المتعلقة بتاريخ الإمارات. كذلك من العناوين المميزة في هذا المجال كتاب بعنوان تاريخ الإمارات عبر العصور، يعتبر مرجع مهم جدا في مجال تاريخ الإمارات لأنه يضم مجموعة من الدراسات لكبار الباحثين لغطت كل فترات الإمارات منذ العصور القديمة والعصر الإسلامي وحتى العصر الحديث وقيام الدولة في 71. كذلك في كتاب كان بعد من العناوين المميزة كتاب بعنوان الحاج عبد الله ويلمسون للدكتور حمد بن سراي، ومجموعة كبيرة في الواقع يعني كتب تتعلق بالتاريخ الإمارات وتراث دولة الإمارات وبالشعر والأدب، والحمد لله يعني لاقت على قبول كبير من مختلف شرائح المجتمع. نعم يعني طيب استاذة فاطمة، لو رحنا شوي نتكلم عن المحاضرات أيضا اللي نظمها نادي تراث الإمارات في الجناح الخاص، في شو أبرزها كان؟ هي نعم، نحن طول عمرك دائما يعني في نادي تراث الإمارات نحرص على المشاركة بالإصدارات وبالكتب، وكذلك بتفعيل برنامج ثقافي يكون موازي للمشاركة. الهدف منها طول عمرك يعني مساهمة في الحراك الثقافي الكبير اللي يشهده المعرض، ما شاء الله معرض الشارجة. فشاركنا بمجموعة كبيرة من المحاضرات، وحاولنا أن هذه المحاضرات أنها تخدم تراث الإمارات وتاريخ الإمارات، وتعزز كذلك من شعار دورة المهرجان اللي هو نتحدث الكتب. منها على سبيل المثال خصصنا مجموعة من المحاضرات هي عبارة كانت عن قراءة في الكتب، القراءة في الكتب اللي أصدرها نادي تراث الإمارات باستضافة أصحابنا المؤلفين. أذكر بعض المحاضرات بهذا الجانب، كانت في محاضرة عن الكتب المتعلقة بالأدب الشعبي الإماراتي واستضفنا أسماء مميزة، ولهم كذلك كل الشكر والتقدير من هذا المنبر الجميل، الدكتورة الفاضلة عائشة الغيث الباحثة طبعا المتميزة في الموروث الشعبي الإماراتي، كذلك الدكتور عبد الحكيم الزبيدي والدكتور عبد الله الطابور كذلك. أذكر هاي وحدة من المحاضرات، وخصصناها للحديث والقراءة في بعض الإصدارات. من الإصدارات المهمة في هذا الجانب كان كتاب بعنوان معجم الكنايات الشعبية في دولة الإمارات، وكتاب عن الألغاز الشعبية في دولة الإمارات، وكتاب عن التناث بالأمثال الشعبية الإماراتية. فهذا النوع من المحاضرات حاولنا أن يكون متسق مع شعار المهرجان نتحدث كتبا. كذلك كانت هناك مجموعة كبيرة من المحاضرات تناولت موضوعات مهمة جدا تهم الساحة الثقافية الإماراتية، موضوعات في قضايا السرد في الرواية الإماراتية، واستضافنا كذلك مجموعة من الروائيات الإماراتيات، أستاذة صالحة غابش وعفوا والأستاذة مريم الهاشمي، كذلك من الشكر والتقدير. تكلمنا عن آليات السرد في الرواية الإماراتية خاصة بالوقت الحديث أو التطور الحديث. كذلك تكلمنا عن التراث المكتبي في دولة الإمارات، موضوع القطاع المكتبي موضوع جدا مهم اليوم، يحصل يعني ويعني يشغل حيز مهم على الساحة الثقافية، وخاصة مع افتتاح 3 مكتبات رسمية على مستوى الدولة، مكتبة محمد بن راشد ومكتبة بيت الحكمة ومكتبة قصر الوطن في أبوظبي. فحاولنا نتكلم عن التراث المكتبي، بدايات تأسيس المكتبات في الإمارات بالنصف الأول من القرن العشرين. اليوم الأجيال يعني نحن نحرص أن نوصل هاي الرسالة للأجيال، الأجيال اليوم ما عرفت تاريخ وكيف يعني تأسس كل قطاع اليوم نشوفه في الدولة لبداياته ولتاريخه، وأجدادنا ساهموا في وضع اللبنات الأولى، واليوم اللي نحن نشوفه من إنجازات وتطورات ما هو إلا تراث استكمال للمسيرة الأولى اللي بدوها. فنحن نحاول دائما في هذه أي قضية تتعلق بالثقافة أو بالتاريخ نركز على البدايات الأولى. فكانت محاضرة كذلك جميلة جدا عن التراث المكتبي في دولة الإمارات وبداياته ونشأته ودور التجار ودور الشيوخ. نعم أستاذة فاطمة، نعم حقيقة كلامك هذا أيضا
يعني يجعلني أسألك سؤال آخر. تفضل. وأنتم ما شاء الله كنادي تراث الإمارات لكم مشاركات مثل ما ذكرت قبل شوي في معرض الشارقة أو حتى معرض أبو ظبي وغيرها من المعارض سواء على الصعيد المحلي أو حتى الصعيد الدولي. نعم فالسؤال هنا أهمية هذه المشاركات أستاذة فاطمة بالنسبة لكم في نادي تراث الإمارات. طول عمرك هاي طبعا تعتبر مشاركات جدا مهمة معارض الكتب، لأنها هي منصة نستطيع من خلالها عرض النتاج الموجود في نادي تراث الإمارات، عرض هذه الإصدارات وعرض هذه الكتب وعرض يعني ما يحتويه النادي، كذلك من برامج ومن أنشطة ترويج حتى للأنشطة التراثية. اليوم نحن نحاول من خلال تواجدنا بهذه المعارض أن نروج رسالة نادي تراث الإمارات التراثية. النادي على مدار العام ينظم برامج وأنشطة تراثية مختلف للناشئ أو الأجيال، فنروج حق هذه البرامج، حق الفعاليات اللي ننظمها أهميتها، بالإضافة طبعا إلى عرض الإصدارات والكتب. ونحن اليوم نعتبر يعني مؤسسة فاعلة ومهمة على مستوى الدولة ومساهمة مساهمة حقيقية في الحفاظ على هذا التراث وهذا التاريخ العريق وعرضه. فهذه المعارض فرصة يعني مهمة وكبيرة، ونحن نحرص يعني على الاستعداد لها حتى من فترة طويلة، يعني من خلال يعني طباعة إصدارات جديدة، من خلال تنسيق محاضرات، من خلال التواصل حتى مع الشراكات. نحرص على الشراكات من المؤسسات المختلفة. نحن اليوم في نقطة جدا مهمة، اليوم ما حد يشتغل بروحه ترى. صحيح. اليوم نعم الشغل بكافة يعني الفروع ومن لا سيما الثقافة والتراث، لابد من التعاون مع مختلف الشركاء الموجودين، لأن الهم واحد يطول عمرك والتاريخ واحد اللي احنا نبحث فيه والهدف واحد ايضا واحد وهدفنا نعم واحد. نعم نعم نعم. فعندنا شراكات يعني مع مختلف المؤسسات المعنيه بالتراث والثقافه على مستوى الدوله. نعم. فالمعارض فرصه كبيره جدا، يعني حتى فرصه الله يطول عمرك للباحثين، للكتاب، للطلاب. يعني ما شاء الله كم يونا طلاب اللي يدرسون في اقسام التاريخ في الجامعه. ترى وهذا السؤال صراحه اللي كنت بسالك اياه استاذه فاطمه، الفوائد خلينا نقول لزوار هذا المعرض من كتاب وباحثين وطلاب واعلاميين تحديدا من جناح نادي تراث الامارات، ما هي الفائده التي استفادوا منها او الفائده التي عادت عليهم؟ الله يسلمك. نعم ما شاء الله الجناح وايد وايد يعني كان يشهد يعني اقبال كبير من قبل فئه الطلاب، ونحن نفرح والله شخصيا لما يجون هذول الطلاب اللي يكملوا رسائل ماجستير او دكتوراه او يدرسون حتى في مراحل البكالوريوس، يبحثون عن مراجع يعني في مجال التاريخ والتراث تخدم اهداف ابحاثهم ورسائلهم العلميه. يعني نكون بالفعل يعني نحس بفخر ونحس يعني بسعاده حقيقيه. يعني اذكر امس حتى في اخر يوم يعني واحد من الطلاب وخذ ما شاء الله مجموعه كبيره، فسالته قال انا طالب واعد بحث ودراسه عن اهميه تفعيل التراث في المناهج المدرسيه. اي والله. فالجميل في المعارض والتواجد انها تسهل على الباحثين وعلى الطلاب، على الاعلاميين، على الصحفيين. كم تعرفنا على اعلاميين، على باحثين حتى من مختلف الدول، واكتشاف مواهبهم ايضا استاذه فاطمه ونشر مواهبهم. بالضبط. نعم بالفعل هاي فرصه كبيره، ونحن عندنا تجارب كبيره في هذا المجال، يقدمون لنا ابحاث والبحث ما يكون بعده مكتمل. لكن نحن هدفنا في نادي تراث الامارات واحده من الاهداف الرئيسيه تشجيع الكوادر الوطنيه المواطنه في الكتابه في البحث التاريخي والتراثي بالدرجه الرئيسيه وتاهيلهم وتقديم كافه الامكانيات. يعني ناخذ هذا البحث والراجعه نكمل عليه، نعدل على المنهج ماله، نعدل على مراجعه، نضيف لحد ما تكتمل اركان هذا البحث ويتم اصداره في كتاب ودراسه تاريخيه مهمه تساهم في رفض المكتبه الاماراتيه باصدارات مميزه. فنفس يعني هذه المعارض اليوم هي اكثر من كونها منصات لبيع الكتب، هي يعني حقا يعني محافل ثقافيه، مهرجانات ثقافيه، اعراس ثقافيه، يعني الكل يعني يكون متواجد والكل وتمنح فرصه اللقاء يعني بالجميع سواء بالمؤسسات او بالافراد او بالباحثين او حتى بالضيوف اللي جايين خارج الدوله. يعني من خلال المعارض يكون هناك لقاءات كثيره مع اعلاميين، مع صحفيين، مع باحثين، وتنشأ هناك علاقات وروابط وما إلى ذلك، طبعا تعود بالنفع على أكيد على هي نعم على الكتابة في هذا المجال وما إلى ذلك. نعم والنشر.
نعم الله يعطيكم الصحة والعافية. هذا طبعا حتى من ثقافة الناس نعم. لدولة الإمارات نعم, نعم نعم. الله يعطيكم الصحة والعافية أستاذة فاطمة حقيقة. أنتم أنا أشبهكم ببنك التراث الإماراتي حقيقة. أنتم بنك للتراث الإماراتي. أرشيف إيه والله. وأنتم يعني أمناء الناس الأمناء على تراثنا أكيد وموروثنا الشعبي بلا شك. وكل الأمنيات حقيقة بالتوفيق لكم إن شاء الله في قادم الأيام. كريم وأكرر شكري وتقديري للتفكير الله يسلمك شخصيا على هذا اللقاء. الله يسلمك شكرا جزيلا لك. الأستاذة فاطمة مسعود المنصوري مدير مركز زايد للدراسات والبحوث في نادي تراث الإمارات. شكرا جزيلا لك سيدتي الفاضلة على هذه المداخلة. شكرا شكرا سيدي. الله يحفظك. نعم مشاهدينا وإلى دبا الفجيرة حيث انطلقت في مدينة دبا الفجيرة وبالتحديد في منطقة الفقيت فعاليات النسخة الثانية من مهرجان الفقيت الشتوي حيث إقيم هذا الحدث بمشاركة العديد من الفرق في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة من هواة للطبخ وعشاق للتخييم ورحلات البر أكيد كما يعد الأكبر من نوعه على مستوى الدولة. المزيد من التفاصيل خلونا نتابعها وياكم في سياق التقرير التالي. نحن متواجدين في مهرجان الفقيت الشتوي الثاني الحمد لله. لكن الشتاء هذا غير. الشتاء هذا تقريبا دوم يقولون كل سنة يقولون شتاء الإمارات أجمل شتاء في العالم. واليوم حقيقة هو أجمل شتاء في العالم. يعني نحن وقدرنا نوفر لهم أرض خالية لكن تم بناء هذه الأرض نفس ما تشوفون حولكم تم بناءها عن طريق الشباب. هذه كلها بيد الشباب. الدراجات عروض السيرك الفعاليات والطبخ ومسابقات الطبخ وأيضا مظهر الكرفانات ومظهر الجميل للمخيمات. صراحة كان شيء جدا جميل. أنا افتخر بتواجدي كمنظم في مهرجان الفقيت الشتوي لأن الصدق يعني أجمل شتاء في العالم وصدق ضمنا كأخوة. هني قدرنا نتعرف على بعض قدرنا نقوي علاقاتنا مع الناس اللي تحب نفس مواهبنا وأيضا قدرنا نتعرف على كثير من الموهوبين. هني الناس تقدر تطلع مواهبها بكل اختصار. يعني الشخص يجي يكون عنده موهبة هني يقدر يطلع موهبته أمام الآلاف من الناس. الفجيرة الحمد لله حكومة الفجيرة وأيضا في دبا هني مو مقصرين موفرين الكثير من المناطق المخصصة للتخييم بمعايير السيفتي العالية وأيضا موفرين غير المخيمات أو مناطق التخييم فيها بعض المناطق المخيمات وأمامها بعض المناطق المتخصصة لرياضة الهايكين لرياضة الجري للرياضات الأخرى للرياضات الجبلية يعني بالكامل مو مخلين أي رياضة ما شاء الله عليهم حتى السياكل الجبلية وغيرها من الأمور. أجزاهم الله خير. يعني الفجيرة فيها أجمل شتاء في العالم. حياكم وين عندنا الفجيرة. نعم مشاهدينا أهلا بكم من جديد. تستعد إمارة الفجيرة لاستقبال بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي لعام 2023 في ديسمبر المقبل بإذن الله. وهو حدث هام وبارز يتضمن مشاركة محلية ودولية. للحديث مشاهدينا أكثر عن هذا الحدث معنا عبر الهاتف الأستاذ علي مصبح الكعبي وهو نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي. أهلا وسهلا فيك أستاذ الفاضل. مساكم الله بالخير جميعا. النور السرور ويا مرحبا بك. لي الشرف التواجد معاكم عبر برنامجكم المميز. الله يسلمكم. ايضا في البدايه احب اقول لكم تحيات سعاده الدكتور احمد حمدان الزيودي ونعم. رئيس اللجنه العليا المنظمه ويشكركم على اتاحه الفرصه للحديث عن البطوله.
والنعم فيه، هو الشكر موصول له طبعا، ولك ولكل الحقيقة القائمين على هذه البطولة أكيد. بداية سيدي الفاضل، يا ريت لو تحدثنا عن الدعم الكبير واللامحدود من قبل سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظها الله لبطولة الخيل العربي على امتداد مواسمها. الدعم الكبير يأتي هذا الحفاظ على المكتسبات اللي حققتها الإمارة في هذا المجال من خلال حصولنا على تصنيف دولي مميز خلال فترة قصيرة. الشيخ محمد الله يحفظه يهتم في الخيل العربي بما يمثل هذا الكائن من معاني سامية للعرب. طبعاً. والخيل العربي رمز مقدر على كل إنسان عربي. نعم. الدعم سموه الله يحفظه على امتداد المواسم الماضية يوجب علينا أيضاً أن نبرز الحدث في أجمل صورة. نعم. وسموه دعمه مستمر لجميع القطاعات الرياضية بشكل عام. وفي البطولات الخيل توجيهاتها لنا في كل نسخة بشكل مباشر، يعني في تحقيق تطلعات الملاك والمربين والمشاركين في هذه البطولة. فواجب علينا أيضا الشكر والتقدير والعمل بجد لتحقيق الأهداف هذه. أكيد بلا شك أستاذ علي، ولكن بلا شك أيضا هذا الدعم الكبير من قبل سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله خلفه أو يخلفه استعداد أيضا في استقبال هذه البطولة. فالسؤال هنا، ما هي استعداداتكم في استقبال بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي لهذا العام؟ بإذن الله نحن جاهزين إن شاء الله لاستضافة البطولات الثلاث. البطولة يعني راح تكون هذه السنة مختلفة، راح تعيش أسبوع كامل من الفروسية في الفجيرة إن شاء الله. ابتداء من أولى البطولات بتكون بطولة الفجيرة للقفز في 12/12. نعم. وبعدها بتكون بطولة الفجيرة الدولية ثلاثة أيام الخيل العربي من 14/16. نعم. وأيضا اليوم الأخير الختام بتكون بطولة الفجيرة الأولى للدرساج. نعم. أيضا نعم. هنالك في فعاليات فقرات مصاحبة للبطولة، وعندنا مؤسسة غرس راح تقوم بعمل سوق خيري موجود أيضا في مكان البطولة، أيضا مكان للأطفال للاستمتاع يعني في خلال يعني المنافسات، وتكون بجانب الأرينا في مكان مخصص للأطفال على أساس العوائل والأهل الموجودين يقدروا يتابعوا البطولة والأولاد موجودين في الكيدز أرينا. نعم. طيب أستاذ علي، أيضا يا ريت لو تحدثنا عن أبرز أهداف هذه البطولة. بلا شك الأهداف كثيرة. نعم. بدايتها يعني طبعا تعزيز مكانة الإمارة في مجال الخيل سواء كان خارطة المنافسات العالمية، أيضا اتاحت الفرصة للمواطنين المقيمين من ملاك الموجودين في الإمارات يشاركوا وينافسوا في أجواء عالمية. نعم. أيضا البطولة تنقل لايف على مستوى كل القارات في العالم، فهذه فرصة أيضا للترويج والتسويق للإمارة. أيضا توقيت البطولة، إحنا يعني توقيت اللي تقام في البطولات هذه تكون في إجازة مدارس، ففي فرصة لكل المشاركين يزورونا مع العوائل اللي من أبو ظبي وأهل دبي فيستمتعوا معنا في الإمارة بأجواء الشتاء ومنها تواجدهم في البطولة. نعم. طيب أستاذ علي، الروح وياك للشروط والمعايير أيضا اللي يفترض أو تواجدها أو توفرها في المشارك في بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي 2023 سواء فيما يرتبط بالخيول أو حتى بالأفراد. من خلال الخيل المشاركة، لا بد الخيل اللي راح تشارك عندنا حاصلة على تأهيل. التأهيل هذا يكون من خلال البطولات المحلية الموجودة في الإمارات أو الوطنية أو خارج الإمارات. المطلوب للمشاركة في بطولة الفجيرة الدولية المتأهل من المركز الأول حتى الرابع. نعم. طيب كم وصل عدد المشاركين في بطولة الفجيرة للخيل العربي إلى الآن أستاذ علي؟ احنا قفلنا على عدد المشاركين من داخل الدولة في حدود 350 خيل، واللي مشاركين من خارج دولة الإمارات تقريبا في حدود 20 خيل. نعم. طيب ماذا عن الجوائز أيضا التي سيتحصل عليها الفائزون في نهاية هذه البطولة؟ البطولات الثلاث فيها جوائز متوزعة ما بين الأشواط والبطولات اللي هي نهائية. أيضا المرابط اللي راح تنافس هنا تحضر عندنا دائما عينها على سيف الفجيرة الذهبي، فالمنافسة السنة راح تكون شرسة لأن في كواليتي عالي، في خيل ذات جودة عالية، منافسة على مستوى العالم، مشاركة في باريس، مشاركة في منتون، مشاركة في آخر راح تتواجد في بطولة الفجيرة. نعم. وأخيرا لا يسعنا إلا أن نتقدم إن شاء الله يعني التوفيق والأمنيات إن شاء الله بالتوفيق لجميع المشاركين في هذه
البطولة، ويعطيكم ألف عافية على هذا التنظيم. أكيد الأستاذ علي مصبح الكعبي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي، شكرا جزيلا لك سيدي الفاضل على هذه المداخلة. أشكركم أستاذي على الاهتمام، وأيضا من منبركم هذا وجه الدعوة للجميع في زيارة البطولة، والدعوة عامة ومجانية إن شاء الله. وأيضا أحب أشكر جميع شركاء النجاح سواء كانت الدوائر المحلية والاتحادية اللي ساهم في نجاح البطولة، وأيضا جزيل الشكر للرعاة وأيضا لقناتكم. الله يسلمك، شكرا جزيلا لك سيدي. شكرا. الله يحفظك يا مرحبا. نعم مشاهدينا، فاصل قصير يفصلنا عنكم لدقائق، انتظرونا. نعم مشاهدينا أهلا بكم من جديد. إعداد المحاضر الجيد يتطلب العديد من الخطوات، كما يجب أن تتوفر فيه صفات معينة تؤهله إلى إقناع الناس بفكرته من خلال أسلوب رشيق وكلام غني ولغة جسد تمكنه أيضا من فرض حضوره في المكان المتواجد فيه. ولإعداد محاضر متميز هناك العديد من الشروط والمراحل والمعايير راح نتعرف عليها وياكم في فقرة إماراتنا. نعم مشاهدينا، معنا في الاستوديو الدكتور سعيد عبيد الطنيجي، وهو مستشار ومدرب تنمية بشرية. دكتور أهلا وسهلا فيك. حياك الله أستاذي فاضل. الله يسلمك. الله يحفظك. أهلا وسهلا. أنا الله شرفتني تواجدك أكيد. نعم والله طيبك. الله يسلمك. بداية، أهمية إعداد المحاضرين في المؤسسات والجهات الحكومية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية كل الشكر والتقدير لكم على هذا اللقاء. الله يسلمك. والحقيقة هذه البرامج المميزة اللي تقدم من خلال قناتكم، وخص بالشكر لحضرتك وطريقة تقديمك الجميلة والرائعة، وللحقيقة وجدنا أغلب الناس تثني عليها. الله يسلمك. فهذا شيء نفخر به، كوادر وطنية تكون في هذه الأماكن وتقدم بهذه الطريقة، فهذا شيء طيب. الله يسلمك. كذلك الشكر موصول لجميع طاقم أكيد العمل في هذه القناة المميزة. نعم. والرائعة. نعم. أستاذي الفاضل، كل إنسان لابد خلال مسيرة حياته أن يكون عنده نوع من تنمية القدرات والمهارات. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخرج مثلا من الجامعة وتظل على ما أنت عليه. لابد خلال مرحلة حياتك هذه أن تطور من قدراتك وتطور من مهاراتك وتطور من ما تعلمته في هذه الجامعة لكي تصبح شيئا مذكورا، ولكي تصبح إنسان متفرد عن الآخرين يجب أن تطور من هذه الذات. كثير منا وللأسف الشديد لا يعرف ما معنى كلمة الذات. هذه الذات التي كلما طورنا منها وكلما زدنا عليها وكلما أضفنا إليها أصبحنا متفردين عن الآخرين. الذات هي شخصيتك. هذه الشخصية هل تريدها أن تكون شخصية متفردة عن الآخرين، أم تريدها فقط يعني كما يقال تقليدية في بيت الراحة، في بيت الراحة يعني تقليدية، مستريح في هذه المنطقة ولا تبغي زيادة؟ نعم. من ضمن الأشياء اللي تطور من ذاتك هي كيفية مواجهة الناس في الحديث. بغض النظر لما نتكلم عن الحديث هناك أنواع، هناك حديث، هناك كلام، هناك إلقاء، هناك محاضرات. كيف أنت تطور نفسك في هذه المسارات الأربعة؟ كيف تطور من حديثك؟ لأن حضرتك مثلا كمذيع على أساس تقابل ضيوفك لازم تكون عندك كمية من الكلام طبعاً. تستطيع من خلالها أن تخرج مكنون ما بقلبك إلى الآخر بالضبط. والآخر يفهمها. يعني لو كان عندك شيء بسيط بتحتار أنا شو بقول لهذا الآن، شو بسأله الآن، شو الكلام اللي بطلعه. فكلما كان مخزون الكلام كبير كلما كان الإنسان عنده القدرة على أن يتحدث مع الآخرين بطريقة بسيطة وبطريقة طلقة. نعم. وكلما كان الإنسان هذا المخزون قليل عنده لا يستطيع أن يتحدث. فالكلام مرتبط بالحديث، كلما كان عندك كلمات واسعة كلما كان حديثك أفضل وأفضل. لذلك هذا الحديث الآن يحتاج إلى متحدث، يحتاج إلى ما يسمى بفن المحاضرة أو فن الإلقاء طلقة. وهو ما تفضلت به في بداية الحديث، إعداد المحاضر. هذا المحاضر كيف نعده بطريقة صحيحة؟ أول حاجة شو يعني كلمة محاضر؟
ترى نحن عندنا بعض الكلمات، عندنا معلم وعندنا محاضر وعندنا مدرب. شو الفرق بين الثلاث كلمات هذه؟ المعلم يعطي المعلومة أو يلقن المعلومة ثم يقيس في المدرسة، يعطي اختبارات يقيس المعلومة هذه هل وصلت بطريقة صحيحة إلى الطلاب أو لا. المحاضر يلقن الناس المعلومة بحيث أنها تصل بطريقة جيدة وبطريقة ممتعة. المدرب له ثلاثة أدوار، أن يلقن يعطي المعلومة وأن يغير من قناعة وأن يكسب مهارة. لاحظ، فلذلك عندما نريد أن نرتقي بهذا المحاضر نرقيه إلى المدرب، لأن يكون كيف يكون مدربا في مجال معين، سواء كان في مجال التخصص الأكاديمي أو في مجال الحياة، أي مجال من مجالات الحياة. طبعا هذه الأشياء كما تفضلت في بداية حديثك تحتاج إلى مهارات وتحتاج إلى أساليب وتحتاج إلى أن نحن نغير حتى من فكرنا ومن معلوماتنا على أساس نستطيع أن نوصل المعلومة بالطريقة الصحيحة. فلذلك هذه المهارات، يعني كيف نطور هذه المهارات عندنا نحن كمحاضرين أو كمدربين في هذا المجال؟ نعم. أول حاجة لابد أن تكون عندنا شخصية ثقة بالذات قوية جدا، يعني تكون شخصيتنا عالية جدا، ما يكون عندنا هذا الخجل والخوف من مواجهة الناس. هذه نقطة مهمة جدا لأي متحدث يريد أن يكون متحدث جيد إن صح التعبير. لابد أن تكون ثقتك في ذاتك، ولا أقول ثقتك في نفسك، أقول ثقتك في ذاتك. شو الفرق بين هذا وهذا؟ بعض الأحيان تكون النفس أمارة السوء، بتقول لك يا فلان يا أخي ليش أنت تروح، الناس بيضحكون عليك، الناس بيتكلمون عليك، الناس ما بيتقبلون منك، فتخجل فتتراجع. صحيح. لكن اللي عنده قوة في ذاته، أنا متحدث لبق، أنا عندي كلام كثير، أنا عندي معلومات، عندي مهارات، عندي خبرات، كل هذه في ذاتك، فلما تطلع على المسرح أو تطلع أمام الناس عندك القدرة على الحديث. إذن لابد أول حاجة أن تطور من ذاتك، ثم تكون ثقتك في نفسك عالية، في ذاتك عالية جدا. هذا الجانب مهم جدا أن نحن نطوره. كيف نطور هذا الجانب؟ نطوره من خلال القراءة، ومن خلال الاستماع، ومن خلال السؤال. لاحظ ثلاث أمور مهمة جدا لكل محاضر أو لكل من يريد أن يطور نفسه في هذا المجال. أن يقرأ أولا. طيب ماذا يقرأ؟ يقرأ في شيئين، في كتابين، كتاب في تخصصك الأكاديمي وكتاب آخر في أي منحة من مناحي الحياة. أي كتاب يقع تحت يدك اقرأ، هذا رقم واحد. رقم اثنين السؤال، لابد أن تسأل، ما في إنسان كامل. الله سبحانه وتعالى يقول وفوق كل ذي علم عليم، مهما وصلت من علم هناك من هو أعلم منك، فاسأل من هو أعلم منك تستفيد أكثر وأكثر. ثم يأتي مسألة البحث، البحث عن المعلومة، لا يعني تكتفي فقط بما تعرف من معلومات، روح ابحث، اسأل، دور في الكتب، دور في أماكن، في محاضرات، في ندوات، مؤتمرات، شارك، حاول أن تكون متواجد في هذه الأمور. هذا كله يزيد من قدرة من قدراتك ومهاراتك في فن الإلقاء والمحاضرة. نعم دكتور. طيب احنا عرفنا حاليا المؤهلات التي يجب توافرها في المحاضر، ولكن السؤال أيضا ما هي مراحل إعداد هذا المحاضر؟ جميل جدا. أول شيء، أول حاجة لابد أن يكون شغف عند هذا الشخص، أن يكون لديه شغف في أن يكون محاضر. بأن يكون محاضر لابد من أن يكون هناك شغف في هذا المجال. مش أي إنسان، لو كان يحمل من الشهادات ما يحمل، ولو كان إنسان مين من كان، إذا لم يكن لديه الشغف في أن يكون محاضر من الصعوبة بمكان أنك أنت تسوي محاضر. أنا ما أقول لك لا يمكن أو مستحيل، لكن بياخذ وقت طويل جدا. عكس الشخص اللي عنده هذا الشغف، من أول محاضرة أو دورة أو يعني تدريب معين بتحصله من أروع ما يكون. هذا أمر بسيط ما عندك مشكلة وياه، لكن المشكلة بالشخص اللي يقول لك والله أنا شفت فلان محاضر وأبغي أستوي مثله، هذه إشكالية. إذا رقم واحد أن يكون عندك الشغف، رقم اثنين أن يكون عندك العلم، أن يكون لديك العلم والمعرفة. نعم هذا رقم مهم جدا. رقم ثلاثة أن تكون لديك الثقافة، يعني ثقافة يعني أن تكون لديك خبرات ومهارات ومعرفة قوية جدا في مجالات الحياة، في مجالات عدة. نعم. في مجالات عديدة. أذكر مرة دخلت، كنا معزومين في
نشاط في جامعة الشارقة فرع كلبة. فطلعت إحدى البنات توها داخل الجامعة، متخرجة من الثانوية وداخل الجامعة، فتحدثت بشكل أنا توقفت عنده. كمية المعلومات الموجودة عندها وكمية طريقة الارتجال والحديث في الموضوع اللي تكلم فيه بشيء عجيب جدا. أنا استغربت، موسوعة إذا صح التعبير، أقول موسوعة ما شاء الله. هذه مباشرة أول ما نزلت من الستيج ناديت عليها وقلت لها عندك شهادة من عندي مدربة، أعتمدك كمدربة مرة لأنها جاهزة، هذه عندها الشغف، هذه جاهزة ما تحتاج أي حاجة، هذه فقط أعطها المادة وقل لها روح دربي، روحي حاضري. عندها الأسلوب والطريقة اللي مكنونة من أنها فعلا تقنع اللي قدامها بالكلام اللي قاعدة تقوله. فلذلك الشغف مهم جدا، وهذا أولى الأمور. قد يكون شخص ما عنده شهادة عليا، يعني يذكر أن أشهر المتحدثين في العالم هو أمريكي الجنسية يحمل الشهادة الثانوية، لكن لما يتكلم يحفز الناس يحضرون له ملعب كرة قدم. تصور ملعب كرة قدم كامل يحضرون له يسمعون هذا شو يقول، هو عنده ثانوية عامة، لكن عنده الشخصية والكاريزما اللي تخليه فعلا يقنع اللي قدامه أن الكلام اللي قاعد يقوله فيه عظة وفيه موعظة. لا. فلذلك ليس شرطا أن يحمل شهادات عليا، لكن إن حمل الشهادات وتوافقت مع هذه الشخصية هذا أفضل وأفضل. صحيح. نعم. نعم. طيب دكتور، ما هي الصعوبات التي واجهتكم أيضا أنتم في ما يخص الدورات التدريبية المختصة بإعداد المحاضر، وكيف تم التغلب على هذه الصعوبات؟ جميل هذا السؤال. أصعب شيء واجهنا هو الخجل. حصل شخص في منصب معين كبير جدا، منصب يعني عالي جدا، لكن تعال تقول له اتكلم قدام الناس قول كلمتين، هو في الاجتماعات هو يرأس الاجتماعات في مؤسسته، لكن طلع برا المؤسسة تقول له تعال تكلم قدام الناس يقول لك لا مستحيل يا رجل أنت كذا وما شاء الله عليك بالمنصب الفلاني، يقول لك لا أمام الناس أنا ما أتحدث. طيب هل تنقص معلومة؟ هل تنقص كلمة يعني خبرات؟ لا أنا معلومات كافية عندي وافية، لكن أني أنا أتكلم قدام الناس لا، أخجل أتكلم قدام الناس. هذه من الأمور المهمة جدا يعني اللي نواجهها في تدريب المدربين أو المحاضرين. كيف نتغلب عليها؟ هناك عدة طرق للتغلب على هذا الموضوع. أولا لابد أن نحن نعرف شخصية هذا الإنسان، هل شخصيته عقلانية ولا شخصية عاطفية؟ ترى هذا الموضوع يفرق، وهذه خبرة المدرب في معرفة الناس اللي قدامه. هل هذا الشخص الخجول الآن هو شخص عقلاني ولا شخص عاطفي؟ عشان تعرف تتعامل وياه، عشان أعرف أتعامل وياه بالضبط. لذلك بعض الأحيان شو نسوي اللي نشوف الخجول هذا سواء كان ذكر أو أنثى، بعض الأحيان نقول له تعال وقف بس قدام، أنا ما أريدك تتكلم، أنا ما أريدك تقول أي حاجة، أنا بس أباك توقف قدام الناس فقط. أي بعض العقلاني يقول لك طيب شو بيسوي ترى خلني أوقف، العاطفي يقول لك شو بسوي، يعني تحصل يرجف وحالته لله مرتبك وكذا. مرتبك. هذا يحتاج إلى تشجيع وهذا يحتاج إلى تشجيع. العقلاني اللي يقول لك طيب شو بيسوي خلني أوقف، هذا يحتاج إلى تشجيع، وهذا العاطفي المرتبك كذلك يحتاج إلى تشجيع، ولكن التشجيع يختلف من هذا إلى ذاك. نعم. فهذه كلها مهارات المدرب أو اللي يلقي المحاضرة أو اللي يحاول أنه يعني يكون مدرب أو يعني يعطي خبرات المدرب، أنه يعرف الناس اللي قدامه هذيلة هم شو من الشخصيات، هل هو شخصية عاطفية أم شخصية عقلانية، أم أنه يدمج بين العقل والعاطفة. هذه كلها خبرات من المدرب. واجهتنا كذلك كثير من الصعوبات في تحصل شخص ما شاء الله عليه ولا أروع، ممتاز جدا ولا عنده مشكلة في الحديث أمام الناس، لكن ما عنده خبرة ما عنده معلومة، يوقف يقول شو أقول يا أخي، قل أي حاجة، ما أعرف شو أقول. عنده أسلوب بس ما عنده معلومة، ما عنده خلفية، أي لأن ما في حاجة يتكلم فيها، ما يعرف شو يتكلم. نعطيه المحور قل أتكلم مثلا في إدارة الوقت، يقول ما أعرف. زين هذا حل مشكلته كيف؟ هذا طال عمرك أول حاجة لابد أن نحن نعطيه جرعة، نقول له روح احفظ شو يعني إدارة الوقت، روح ادرس راجع اقرأ اسأل عن إدارة الوقت. يعني أعطيك مثال بسيط، اليوم أنا بدينا دورة لإعداد المحاضرين لمدة أسبوعين تقريبا في إحدى المؤسسات، فمن ضمن الاختبارات المبدئية أن نشوف المتدربين هذه كيف طريقتهم.
طلعنا احدى المتدربات قلنا لها تكلمي في التربيه. تكلمي في التربيه. فتكلمت في التربيه لكن تكلمت في الـ يعني شيء يخصها هي، تجربه حصلت لها هي في بيتها مع اولادها. تكلمت في هذا الموضوع، فلما خلصت قلت لها انت تعبتيني على الفاضي، انا ما كلمتك عن، ما ابغي تتكلمين في التجربه، انا بس تتكلمين عن التربيه، شو يعني التربيه؟ ما هي التربيه؟ ما هي التربيه؟ بشكل عام انت تقصد، نعم فسري لي شو يعني التربيه؟ فقالت ما انا اللي اعرفه ان قلت اني انا عندي تجربه بتربيه ابنائي، هذا هي مفهومه. هذا هي المفهوم اللي عندها، لكن لما يكون المفهوم لا انا ابغي تفسر لي شو يعني تربيه؟ هني المفهوم اختلف. المحاضر يستطيع ان يقدم في هذا المجال. هذا انا اتوقع المحاضر اللي بالاسلوب هذا اتوقع انه يحتاج فتره طويله دكتور من الاعداد، ما ادري اذا تتفقون. 100% 100% يحتاج، لان في بعض منهم يدخل في المحتوى دون المقدمه. يدخل مباشره في المحتوى، لا انا ما ابغي المحتوى مباشره، انا ابغي حاجه للمقدمه هذه لازم تفسر لي. انا لما تقول لي مثلا كلمه تربيه ابي افهم شو يعني تربيه؟ شو يعني كلمه تربيه؟ شو يعني كلمه محاضر؟ لما تقول لي محاضر شو يعني محاضر؟ ها؟ فلذلك كلما فهمنا العناوين الرئيسيه استطعنا ان ندخل في الموضوع، استطعنا ان نتوسع في الموضوع، طبعا هذا ياخذ يعني وقت طويل جدا. أكيد. وما في اي محاضر ندخله دوره مثلا مده 5 أيام 10 أيام بعض الايام شهر، سويها لمده شهر، هذا مش معناته انه اصبح خلاص هو لا من افضل ما يكون. أكيد لا، انا شخصيا داخل حوالي 420 دوره ما شاء الله، هذا بس عشان اعد نفسي اني اكون محاضر، يعني ادخل محاضرات، دورات اعداد مدربين، دورات اعداد محاضرين، كل ما اسمع عن دوره اروح اطور من ذاتي اساس اقدر اوقف قدام الناس. ومش اي ناس ترى، بعض الاحيان يجيك بعض المحاضر يقول لك يا اخي انا في هذه الفئه فقط، ما موظفين، اعلى مدراء ما اقدر، مدراء تنفيذيين لا مستحيل، موظفين مثلي عادي عادي، قاده طيب ناس لا مستحيل. طيب شيوخ بيليون لا مستحيل ابدا. ليش؟ لانه خلاص هو تعود على هذا على ليفل معين، ليفل معين. لا نحن لا نبغي المحاضر انه يكون مين من كان موجود، مين من كان موجود، لازم تكون عندك الشخصيه قويه جدا والمهاره متوفره والقدره متوفره وكذلك المعلومه اللي ممكن تفيد الاخر. نحن عندنا استراتيجيه يسمونها استراتيجيه تفاجئهم. هذه مهمه جدا للمدرب. لا. لان طال عمرك انت الان لما تي محاضره او دوره تاكد 100% ان هناك من هو اعلم منك، وهناك من هو اكثر ثقافه منك، وهناك من هو اعلى منصبا منك. ها؟ هذا الموضوع منتهين منه. طيب عشان انا اكون افضل منهم شو لازم اسوي؟ لازم افاجئهم بمعلومات هم يعرفونها اساس اكون انا افضل من الموجودين. هذه نقطة نحن دائما نؤكد عليها في عمليات او في دورات تدريب المدربين. نعم. طيب الاساليب المستخدمة دكتور لتطوير مهارات المحاضرين في الجهات المؤسسات او الجهات والمؤسسات الحكومية على المدى الطويل دكتور شو هي؟ طبعا نحن في البداية حقيقة نوجه رسالة شكر كبيرة جدا لكل المؤسسات الموجودة عندنا في الدولة. لاهتمامهم بالموظف. ترى على فكرة هذه قبل 10 سنوات 15 سنة ما كان هذا الاهتمام. الاهتمام بدأ تقريبا من 15 سنة في الموظف، انه لابد ان يطور من قدرات هذا الموظف. بعض الاحيان سابقا كنا ندخل على المدير الدائرة نقول له شو المهارات الموجودة عند موظفينك؟ يقول والله ما اعرفهم، انا ما اعرف المهارات الموجودة شو عنده ما اعرف. اليوم لا، اليوم المدير مكلف ومجبر انه لازم يعرف منو الملقي عنده، منو الشاعر عنده، منو اللي يقرا القران صحيح عنده، منو شو المهارات الموجوده عند موظفينا. لذلك اليوم اغلب المؤسسات الموجوده عندنا تطور من قدرات موظفينا. احدى المؤسسات هذه اللي احنا نتعامل وياهم اليوم دوره لمده 2 أسبوع، اليوم يعني كنا مع مدير التدريب عندهم في المؤسسه، يقول نحن باوامر من المسؤول الاعلى عندهم لابد ان نطور كل الموظفين الموجودين عندنا في المؤسسه. قلت له طيب كم الموجودين عندكم؟ قال يفوق 6000 شخص. وبتدربونهم كلهم؟ كلهم بتطور. قال هذه اوامر ولابد ان ننفذها. ولو على عندنا قال خطه ثلاثيه لمده 3 سنوات ان نحن نحاول قدر الامكان ان نحن نطور من قدراتهم. نعم بياخذ وقت، بياخذ جهد، بياخذ مال. هذه الامور كلها لكن في النهايه بيحصلون ايش؟
يحصلون ناتج، ان هذا الموظف الان اصبح مختلف عما كان عليه في الماضي. بيتعبون، نعم في تعب، في جهد، في كذا، في بعض الاحيان المؤسسه ممكن وفي وقت طويل في التدريب 100%، ولكن ما عندهم مشكله اكيد بيكون الناتج. نحن دائما استاذ الفاضل القائد او المسؤول او المدير لابد ان تكون عنده نظره استشرافيه مستقبليه. نعم نعم. لا يمكن اي شيء يجيك الان، لا انا ابغيه، لا، خطتنا لازم تكون موضوع ثلاثيه او خماسيه لما بعد 5 سنوات شو الناتج اللي ممكن انا اتحصل عليه. فلذلك نحن فعلا اليوم مؤسساتنا يشكرون على هذا الشيء، يحاولون قدر الامكان انهم يطورون من قدرات الموظفين للافضل دائما. نعم. طيب دكتور، كيف يتم تشجيع المحاضرين في الهيئات الحكوميه على المشاركه ايضا في البحوث الاكاديميه؟ لا شك ان البحث الاكاديمي له دور كبير جدا في معرفه امور كثيره جدا ومشاكل كثيره جدا. والمحاضر عندما يكون مؤهل علميا اكاديميا وثقافيا بامكانه ان يقوم ببحوث كثيره جدا ممكن تفيد المؤسسه. ووجدنا الحقيقه كثير من المحاضرين اللي نحن سويناهم اللي اعددناهم سابقا، نعم، شاركوا في بحوث في المؤسسات وكانت لها نتائج ايجابيه كبيره جدا في المؤسسه، ليس على مستوى المؤسسه فقط، وانما خرج هذا البحث حتى لمؤسسات اخرى. اذكر احد الباحثين البحث ماله حتى كان على مستوى الدوله، يعني عمل به واخذ به على مستوى الدوله، نتائجه كانت جيده، نتائجه كانت يعني شيء واضح وبين، فالاستفاده كانت اكبر واكبر. فلذلك نحن اليوم فعلا محتاجين الى ان تكون لدينا ركيزه اساسيه في البحث العلمي. لابد ان يكون لنا مراكز متخصصه في البحث العلمي. اليوم نحن عندنا في إمارة الشارقة مثلا هناك مركز البحوث العلمية موجود وتديره سمو الشيخ بدور كريمة صاحب السمو الله يحفظه حاكم الشارجة. هذا المركز الحقيقة له دور كبير جدا في تأهيل بعض المحاضرين والدكاترة الموجودين في أن يقوموا بعملية هذا البحث الأكاديمي، واستفادت منها مؤسسات كثيرة جدا. لكن ما نريد حقيقة زيادة هو أن يكون لدينا باحثين أكاديميين كذلك حتى في الجامعات. لما يتخرج الطالب من الجامعة تكون لديه القدرة على أن يكون باحث أكاديمي في مجال معين، ليس فقط في أن يكتب البحث اللي بيتخرج به أو يتخرج فيه من الجامعة أو بحث في مثلا مادة معينة. لا، نحن نريد البحث الأكاديمي المتكامل في نقطة معينة، في طريقة معينة، في أسلوب معين، في مشكلة معينة، بحيث أنه يستفيد منه الجميع، ليس الجامعة فقط وإنما يستفيد منه المجتمع بشكل عام. نعم. طيب دكتور، كيف يتم تقييم أداء المحاضر الجيد؟ ممتاز جدا. نحن كدورات عندنا في نهاية كل دورة لابد أن نقيم هذا المدرب. طبعا التقييم يتم على عدة نقاط، من ضمن هذه النقاط الشخصية، شخصية هذا المدرب كيف كانت في الإلقاء أو في وقوفه أمام الناس، فن الإلقاء كذلك، الصوت، نبرة الصوت، طريقة الليفلات الثلاثة للصوت اللي هو الأعلى والوسط والأسفل، كيف يوظفهم أثناء حديثه أمام الناس، كذلك المعلومة الموجودة عنده، هل هي معلومة مستحدثة أم معلومة قديمة أم معلومة استقاها من مصدر معين. رقم 4 كذلك تعامله مع الموجودين، الناس الموجودين كيف كانت؟ هل كان فعلا الناس راضين عنه وعن تعامله؟ رقم 5 كذلك الأسئلة الموجهة له، كيف كان يرد عليها؟ الرد عليها، كذلك أسئلته هو للناس كيف كانت؟ كذلك من ضمن الأشياء لغة الجسد، هل فعل فعلا لغة الجسد أمام الناس؟ هل عمل بلغة الجسد بطريقة صحيحة؟ كذلك من ضمن الأشياء رضا المتدربين الموجودين عنده عن دورته، عن محاضرته كيف كان؟ هل فعلا في نسبة رضا عالية عن هذا المدرب ولا لا؟ كذلك من الأمور المهمة جدا هي ثقة الشخص في ذاته، كيف كانت ثقته؟ هل فعلا كان أثناء وقوفه وأثناء حديثه مع الناس كان في اهتزاز، كان في إذا حد سأل سؤال مرتبك مش مرتبك، هذه كلها من الأشياء اللي نحن نقيس عليها أداء المحاضر. أداء المدرب. كذلك من الأشياء المهمة جدا هناك أسئلة نظرية ما يقارب 30 سؤال نظري لازم يجاوب عليها المتدرب، بحيث أن نعرف هل فعلا هذا المتدرب يصلح أو المدرب يصلح باكر أن يكون محاضر جيد يلقي محاضرات أو لا. كثير من الشخصيات مرت علينا يحملون شهادات عليا لم نجزهم في التدريب، ما يصلح أن يكون مدرب، نعم في مجال عمله في وظيفته مبدع لكن كإلقاء وحديث أمام الناس
لا هو ما 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 يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال. فلذلك مش أنك أنت وقفت وأخذت دورة معناته أنك أجزت كأن تكون كمدرب أو كمحاضر، لا، هناك شروط وهناك اختبارات وهناك طرق معينة نتبعها وأساليب على أساس أن نحن نجيز هذا المحاضر يكون أو لا يكون. نعم. دكتور، ما العلاقة المرتبطة في التوازن بين العدد والكواليتي اللي هو الجودة؟ نعم. في إعداد هؤلاء المحاضرين، قصدك أثناء الدورة يعني؟ نعم. عدد كم عددهم يعني؟ نعم. لا شك أن كلما كان العدد أقل كلما كانت الجودة أكثر. يعني الآن مثلا قاعة صغيرة مثل هاي فيها 30 واحد، طيب أنا هذا كيف أدربهم؟ من الصعوبة. صحيح. لكن 10 ممكن، أنا ممكن أتجاوب معهم. فلذلك كلما قل العدد كلما كان الفهم أكثر، وكلما كان توصيل المعلومة أكثر، وكلما كان الاتصال مع هذا المدرب بطريقة أفضل وأوسع، كذلك لما كان توصيل المعلومة لهذا المتدرب بشكل أفضل. فلذلك المسألة ليست بكم عندي من المتدربين أو الناس اللي حضروا الدورة، المسألة بالجودة اللي أنا أعطيتها لهؤلاء الناس، وفعلا كم واحد استفاد من هذه الدورة. ترى على فكرة مو العشرة كلهم بيطلعون مدربين، يمكن من العشرة يطلعون 3-4 اللي عندهم الشغف، هذيلا اللي راح باكر يتواصلون وبيكونون. لكن البقيه هو جاي يستمع، جاي فقط سمع انه في دوره وحضر، هذا ما راح يستفيد حاجه، ما راح يعني يمكن يستفيد معلومه، لكن ما تقدر انت باكر انه يكون هذا مدرب امام الناس. فلذلك يعني احنا خرجنا، انا خرجت اكثر عن 500 او 600 مدرب، لكن كم اللي موجود عند منهم في الساحه الان؟ يمكن ما يزيد عن 20-25 شخص اللي ثبتوا والآن عندهم معاهد وعندهم كذا وعندهم كذا. هذين اللي كان عندهم الشغف، حب للتدريب، هذا الحب هو اللي يخليك أنت مستمر، هذا الحب هو اللي يعني اليوم أنت توك مخلص دورة والعصر عندك دورة ثانية بتتعب، لا أنا هذا شغفي، أنا هذا يعني أشوفه هذا مجال حياتي، أنا أنبسط في هذا الشيء. أنبسط، ثانية بقول لك أنك أنت تنبسط وأنت تأديه. بالضبط. ما عندك أي مشكلة. ما عندك أي مشكلة. يعني كثير من الناس، أنا شخصياً مثلاً، يقول يا أخي أنت توك في الشارجة مسرعك وصلت لين الغويفات. أقول أنا ما عندي مشكلة، أنا شغفي. نعم. بعض الأحيان أطلع من المكان اللي أنا فيه بالذيد، أروح الغويفات أقدم محاضرة، والعصر المغرب أنا في عندكم هني في التلفزيون في سواء في كلبة أو في الشرقية. نعم. وأرد في الليل بعدني، واليوم الثاني أرجع لدورة ثانية. أجد متعة. أجد متعة. لذلك سبحان الله كل عمل تجد فيه المتعة تبدع فيه. نعم. الحمد لله. تجد حياتك فيه، تجد نفسك فيه، تجد أنك أنت فعلا هذا المكان اللي أنا أبدع فيه، فلذلك يخرج هذا الإبداع منك. نعم. طيب دكتور، احنا تكلمنا عن المؤهلات اللي يجب توافرها في المحاضر، ولكن خلنا نروح، وأنا يعني أبى أروح للمحاضر اللي يعطي دورات إعداد للمحاضر. المحاضر الرئيسي هو بمثابة شخصك الكريم، أكيد هذا المؤهلات اللي فيه ما هي؟ شو المفروض اللي هو مدرب المدربين؟ مدرب المدربين، مدرب اللي إحنا نسميها الآن دورة التي أو تي أو تدريب المدربين، يعني أن يكون الشخص هو يقوم بتخريج المدربين. أولا سيد الفاضل، بالنسبة للمدرب لابد أن يكون مؤهل علميا، وخصوصا في الوقت الحاضر. نعم. لابد أن يكون مؤهل علميا، هذا رقم واحد. رقم اثنين، لابد أن تكون عنده خبرة أكثر عن 10 سنوات، لابد أن تكون لديه خبرة أكثر عن 10 سنوات. ما يصير مدرب توه متخرج من دورة ويعطي دورة تدريب مدربين. بالضبط. هذا يعني ما راح يعرف كيف يتعامل وياهم بالطريقة الصحيحة. لازم تكون عنده خبرة أقل حاجة 10 سنوات في مجال الدورات وإعطاء الدورات، مختلف الدورات، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، أن يكون شخصية معروفة على مستوى، ما يكون الناس ما تعرفه ويالس في بيته ولا يطلع ولا يروح ولا يحضر ويطلع فجأة كذي والله بصير أقدم دورة تدريب مدربين. تدريب مدربين لا، يجب أن يكون هذا الشخص لديه علاقات، وعلاقات قوية جدا، والناس تعرفه وتثق فيه وتثق في مهاراته وفي خبراته. رقم أربعة، أن يكون مطلع ونهم في القراءة، هذا أشياء شخصية عند الإنسان، يجب أن يكون مطلع على كل شيء جديد، لأن نحن عندنا حاجة في التدريب أسمها التدريب بالموقف. تدريب بالموقف، شو يعني التدريب بالموقف؟ يعني ممكن وانت طالع من البيت يحصل موقف لك، هذا الموقف توظفه في محاضرتك أو في دورتك، أو قد يكون في حال إعطائك المحاضرة
حصل مشكلة معينة، حصل ظرف معين، توظف هذا الظرف في المحاضرة. أعطيك مثال بسيط، مرة كنت في أحد المحاضرات في خورفكان، فدخلت علينا إحدى السيدات، وكانت المحاضرة عن الشخصية الكاريزمية، فدخلت علينا إحدى السيدات، كانت هي محاضرة وتعطي بالجانب الآخر محاضرة، وسمعت عني ودخلت تسلم علي، فدخلت وشكرت في وكذا وفلان وفي وفي وفي. طيب بعد ما طلعت قلت شوفوا يا شباب، شو رأيكم في شخصية هذه السيدة؟ شو رأيكم في شخصية هذه المدربة؟ كيف ترون شخصية الكاريزما عند هذه الشخصية؟ قالوا والله ما شاء الله عليها كذا وبدأوا يمدحون فيها. قلت طيب هل تبغون تكونون مثلها؟ الناس تمدحكم؟ قالوا أكيد. قلت سووا مثلها، سووا مثل ما سوت، يعني امدحوا الناس، لا يعني تظهر ما في قلبك من غل وحسد وحقد على الآخر حتى لو كان بينك وبينه عداوة. صحيح. دائما امدح في الناس، دائما اشكر الناس، دائما اثني على الناس، الناس يحبونك. صحيح. وسبحان الله، صدق الله العظيم عندما قال ادفع بالتي هي أحسن. نعم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. حميم. فلذلك سبحان المدرب الناجح يجب أن يوظف المواقف اليومية. المدرب الناجح ليس كل همه أن يقرأ من البرزنتيشن أو العرض، يعني متى بيخلص هذا العرض. صح. لا، المدرب الناجح يعطي من خبراته ومهاراته وقدراته ومعلوماته وثقافته، ما يرجع أبدا. هذا متى ما نسيت، متى ما نسيت محور كذا أرجع لهذا، لكن الأهم هو أنت شو عندك. الناس بتستفيدي منك، الناس يعرفون يقرون، أنا ممكن أضع المادة وأقول لهم قرأوا المادة. صحيح. ما هناك مشكلة، لا أنا أبغي أنا شو عندي، معلوماتي شو هي، الناس بتستفيد منها، لأن طال عمرك هناك ما يسمى بالعلم وهناك ما يسمى بفقه العلم. بفقه العلم. وهذا اختلاف، قد يكون شخص أكاديمي تعلم عنده علم أكاديمي ممتاز، طيب هذا جانب، لكن هل لديه فقه العلم بأن يفسر ما تعلم؟ هذه النقطة. المدرب عندنا لازم يكون عنده فقه التدريب على أساس يقدر يوصل المعلومة بالطريقة الصحيحة. نعم. يعطيك العافية دكتور. الله يكرمك. أنا صراحة من الأشخاص ثق تماماً، يعني أكون سعيد جداً يوم شخصية مثل حضرتك تكون موجودة. الله يكرمك. والله تثري البرنامج وتثري الحلقة. الله يكرمك. نستفيد أمانةً. والله من وجودك. والله أنا يعني محبة القناة هذه ما تعرف، أنا لين الظهر وأنا في دورة، سووا لي تليفون وأنا كنت نايم ما جيت، حصلت تليفون اتصلت فيهم قالوا والله نبغى كنت حاضر. الله يعطيك الصحة. رغم التعب لكن قلت ما بجي، ما في مشكلة. عسى عسى. لأن فعلًا أنتم ما شاء الله من القنوات المميزة، سواء كان قناة كمذيع ك. الله يسلمك. ولكم ما شاء الله يعني مركز. عسى عمرك متمكن في الساحة الإعلامية في دولة الإمارات. تسلم. منكم إن شاء الله دائمًا التوفيق والنجاح. نشكركم على جهودكم. الله يسلمك. المستشار ومدرب تنمية البشرية الدكتور سيد عبيد الطريدي، شكرا جزيلا. الله يكرمك. شكرا لكم. سيد الفاضل عتبة. الله يحفظكم. جزاكم الله خير. موفقين دائمًا إن شاء الله. شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا، حقق منتخب الإمارات لألعاب القوى برونزية تاريخية في سباق نصف ماراثون آسيا للفرق، بعد أن حل في المركز الثالث بعد الهند التي فازت بالمركز الأول وأوزبكستان التي فازت بالمركز الثاني. تفاصيل أكثر عن هذا الإنجاز في سياق التقرير التالي، فلنتابع معا. بداية نتقدم للإمارات حكومة وشعبا ورياضيين بمناسبة نجاح دولة الإمارات واتحاد الإمارات للألعاب في تنظيم البطولة الآسيوية الأولى في دولة الإمارات لألعاب القوى، وأيضا نبارك لهم فوز منتخب الإمارات للرجال بالميدالية البرونزية في هذا السباق. الحمد لله رب العالمين. أعتقد أن احنا نجحنا من بداية طلبنا الاستضافة ونجحنا في الاستضافة، وأيضا ما شعرنا فيه من الوفود اللي قدمت لدولة الإمارات من 20 دولة آسيوية، من الرضا البائن من خلال الاستقبال الجيد والإقامة، وأيضا الاختيار الموفق لمكان إقامة السباق، وما وجدنا من فعاليات مصاحبة للسباق هذا اليوم. الحمد لله رب العالمين. هناك شهادة طيبة من الاتحاد الآسيوي ومن شركائنا الآخرين بأن هذه البطولة نجحت وحققت الهدف منها،
وفي المستقبل نتمنى إن شاء الله يكون التنظيم أفضل والنجاحات أفضل بإذن الله. نجاح متكامل. اليوم نحن محظوظين في دولة الإمارات أن تكون لدينا منصة متكاملة، بنية تحتية، أماكن متميزة لنجاح أي فعالية رياضية، تعاون بين الاتحادات، تعاون مع القطاع الخاص. بطولة آسيا التي انتقلت إلى الإمارات وفي دبي بالذات، جهود بذلها اتحاد الإمارات لألعاب القوى مع الاتحاد الآسيوي، واليوم الاتحاد الآسيوي بما شاهده من تنظيم ومكان أشاد حقيقة، قال أن دائما الإمارات تبهرنا ودبي بالذات لديها إمكانيات لنجاح أي حدث. أضم صوتي لصوت الأخوة معنا المنظمين، ونشكر طبعا جميعا اتحاد الإمارات، ونشكر أيضا الفيستيفال سيتي اللي هم شاركونا كقطاع خاص في إنجاح هذا الحدث، ونبارك للإمارات الميدالية البرونزية، وهذا بالنسبة لنا نحن إنجاز جديد يضاف للإنجازات السابقة. مجلس دبي الرياضي مع الاتحادات جميعا يقدم شراكة، متعاونين مع كله، لأن في النهاية نهدف إلى الإمارات، نهدف إلى تحقيق. يعني كم نحن سعداء أن الإمارات تحقق ميدالية اليوم، وأول مشاركة وعشرين دولة، هذا بحد ذاته يكمل بالعكس، يعني شيء نفتخر به. طبعا هذه البطولة أول بطولة حق المنتخب في مستوى الآسيوي في بطولة النص ماراثون، حققنا الحمد لله أول ميدالية آسيوية برونزية. طبعا هذا نتيجة الجهود اللي بذلوها اللاعبين، التكتيك اللي مشوا عليه، والحمد لله حققنا المركز بجدارة، وهذا نتيجة الدعم المتواصل من الاتحاد، ونشكرهم جزيل الشكر، ونشكر اللجنة المنظمة لهذا نص ماراثون، صراحة تنظيم ولا أروع. وأشكر الكابتن محمد المرواني، طبعا هو مدربي ومدرب الشباب اللي كانوا مشاركين في منتخب الإمارات اللي حقق المركز الثالث، وإن شاء الله نوعدهم إن شاء الله مزيد من الإنجازات والميداليات. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نظم المكتب التنفيذي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في إمارة الفجيرة مبادرة شتاؤنا دافئ، وذلك ضمن المبادرات التطوعية التي تتبناها الوزارة لترسيخ ثقافة العمل التطوعي. للحديث أكثر عن الموضوع في فقرة هنا الفجيرة. نعم مشاهدينا، رحبوا بضيفي في الاستوديو الأستاذ إبراهيم الشرع السماحي، وهو رئيس مركز إسعاد المتعاملين للمكتب التنفيذي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في إمارة الفجيرة. أهلا وسهلا فيك أستاذ إبراهيم. يا مرحبا أخوي علي، وشكرا على الاستضافة، وتشرفنا بتواجدنا معاكم الله في قناة الفجيرة. الله يسلمك أستاذ إبراهيم. بداية يا ريت لو تحدثنا عن مبادرة شتاؤنا دافئ، و ما الهدف من هذه المبادرة؟ شوف يطول لي بعمرك، أنا قبل ما أتكلم عن مبادرة شتاؤنا دافئ، أحب أول شيء أقولها وبكل فخر أن اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت تتصدر دول العالم في العمل الخيري والإنساني. وطبعا مثل ما تعرف هذا نهج انتهجه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الله يرحمه، واليوم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم أبوظبي يتبع خطاه. وطبعا نحن مثل هالمبادرات قاعدين نتبع خطاهم، وهذا أصلا شيء مش مستغرب على مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. إذا تبغينا نعود لمبادرة شتاؤنا دافئ، طبعا مبادرة شتاؤنا دافئ هي مبادرة قام فيها المكتب التمثيلي، تدعم فئة العمالة المساعدة التي تعمل لنا، هي مبادرة داخلية. نعم. في عندنا فئة عمالة مساعدة، نحن حبينا أن نقوم بهذه المبادرة عشان نقدم الدعم لهم. طبعا يعني نحن في مراكز إسعاد المتعاملين في وزارة الصحة
مطلوب منا أن نقوم بمبادرات داخلية تخص الموظفين تندرج تحت مسمى ساعتين موظفة، هي ساعتين سعادة. فهذه المبادرة يا طويل العمر احنا نقوم فيها شهريا، فأثناء النقاش الصباحي بيني وبين فريق العمل اتفقنا نحن كفريق عمل أن نبغي بالذات يعني هذا الشهر أن يعني نسوي مبادرة من نوع مختلف. فالحمد لله يعني بعد الاتفاق أن توصلنا لمبادرة شتاء أنا دافئ، والحمد لله يعني لاقت صدى كبير وأثر كبير في المجتمع. نعم أستاذ إبراهيم، أهمية تنفيذ فريق مركز إسعاد المتعاملين لمثل هذه المبادرات؟ والله شوف يا أخوي علي، نحن اليوم ديننا الحنيف أول شيء يعني يحثنا أن على عمل الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا من خير لأنفسكم تجدوه عند الله إن الله بصير بما تعملون، صدق الله العظيم. فنحن اليوم أساسنا هو ديننا، فالأهمية تكمن يا طويل العمر أن نحن نبغي نعزز الوعي والثقافة في المجتمع بأهمية المبادرات المجتمعية، مد يد العون للآخرين. في نفس الوقت يعني نبغي نذكر ونحفز الجميع بأهمية العمل الخيري والإنساني، لأن اليوم هذا يساهم في تكاتف بين جميع فئات المجتمع. نعم طيب أستاذ إبراهيم، لو نسلط الضوء أكثر أيضا على الفئات المستهدفة من هذه المبادرة، وكم كان عدد المستهدفين؟ شوف طبعا لا يخفى عليك أخوي أن هذه المبادرة كانت أصلا مبادرة داخلية قمنا فيها نحن كمكتب تمثيلي في المكتب التمثيلي التابع لوزارة الصحة من خلال فريق مركز إسعاد المتعاملين. طبعا كانت الفئة المستهدفة 15 شخص من فئة العمالة المساعدة، وأثناء أصلا المبادرة تم تكريم بعد يعني شخص كان يعمل لدينا فئة العمالة المساعدة، عمل لدينا 7 سنوات بعد قمنا بتكريم هذا الشخص. نعم طيب الجهات والمؤسسات المتعاونة وياكم في هذه المبادرة أستاذ إبراهيم؟ يا أخوي طول بعمرك، نحن أول شيء يعني أنا أحب أخبرك أن هذه المبادرة كانت أصلا مبادرة داخلية تندرج تحت مسمى ساعتين إسعاد للموظفين، ساعتين إسعاد للموظفين. فهذه مبادرة داخلية نحن قمنا فيها، يعني إحقاقا للحق بعد ما نشر الخبر الرسمي على مواصل التواصل الاجتماعي بالتحديد بعد نص ساعة جتنا مكالمة جدا عزيزة وغالية من أخونا سعادة يوسف المرشودي. نعم. يشيد في هذه مدير عام جمعية الديرة الخيرية. نعم. يشيد في هذه المبادرة ويدعونا كفريق مركز إسعاد المتعاملين تابع لوزارة الصحة أن بالتعاون مع الجمعية الخيرية أن نوسع نطاق هذه المبادرة على يعني نطاق أوسع في المجتمع. ولا أخفي عليكم أن نحن بكرة بيكون في عندنا اجتماع معاهم، وفي القريب العاجل بتشوفون هذه المبادرة. اليوم يعني كانت مبادرة على مستوى المكتب التمثيلي، واليوم المبادرة هذه أصبحت على نطاق أوسع في المجتمع، وهذا يعني إذا يدل على أن اليوم الكل حريص في مجتمع دولة الإمارات والكل سباق أن على عمل الخير. نعم طيب حدثنا أستاذ إبراهيم على محتويات الحقائب التي تم توزيعها أيضا على الفئات المستهدفة من خلال هذه المبادرة. الحقائب طبعا هي حقائب شتوية، المحتويات اللي كانت موجودة في الحقائب اللي وزعناها على فئة العمالة المساعدة اللي تعمل لدينا كانت عبارة عن جاكيت شتوي، كانت عبارة عن جوارب شتوية، قبعة شتوية، وهذه كانت تحتوي عليه الحقائب اللي وزعناها عليهم. نعم طيب أستاذ إبراهيم، إلى أي مدى تسهم مثل هذه المبادرات في تعزيز ثقافة العمل التطوعي برأيك؟ شوف يا أخوي، نحن اليوم لما يعني نقوم بهذه المبادرات نحن نحث المجتمع ونزرع فيهم الوعي والثقافة على أهمية العمل الإنساني، لأن اليوم العمل الإنساني اللي يزرع ثقافة لدى الجميع بأهمية
بأهمية المبادرات المجتمعية ويعزز الثقافة لدى الجميع ويحفز الكل أنه يشارك في مثل هذه المبادرات. ما هي الخطط والمشاريع المستقبلية للمكتب التمثيلي لوزارة الصحة؟ والله شوف نحن عندنا يعني خلال الفترة المقبلة عدة مشاركات نتطلع طبعا أن نوسع نطاق مشاركاتنا المجتمعية على نطاق أوسع طبعا مع شركائنا الاستراتيجيين للمكتب التمثيلي لوزارة الصحة الفجيرة، نوجه الشكر لهم، جمعية الفجيرة الخيرية، جمعية الهلال الأحمر اللي دائما يعني هم سباقين أنهم يدعمون كل المبادرات المجتمعية والإنسانية اللي نحن نحاول نقوم فيها كمكتب تمثيلي. هناك كلمة شكر تلوح في الأفق أستاذ إبراهيم، لمن تقدمها؟ طبعا بكل تأكيد يعني في كلمة شكر أنا أولا أحب أوجهها لفريق عملي، فريق مركز إسعاد المتعاملين، فريق جدا متميز، وإذا بتسمح لي يا أخوي أنا أجيب يعني أساميهم طبعا في هذا اللقاء. أوجه الشكر للأخت فاطمة عبد الله الجراح وجواهر حامد المسماري والأخت ميرا سالم الزحمي والأخت سامية البلوشي، بأمانة يعني فريق عمل متميز ويقومون بعمل جبار، ونحن في آخر شهر بأمانة يعني قمنا بأربع مبادرات، فوجب الشكر أني أنا أشكر هذا الفريق العمل المتميز، وفي نفس الوقت يعني أقول لهم كلمة شكرا ما توفيكم حقكم، نطلع دائما أن نساهم أن نحن في تعزيز الوعي الخيري والإنساني في المجتمع. يعطيك العافية. الله يعافيك. أنا تشرفت بك وأسعدت بالتواجد معك أكيد اليوم. الأستاذ إبراهيم الشرع السماحي رئيس مركز إسعاد المتعاملين للمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في إمارة الفجيرة، شكرا جزيلا لك سيدي الفاضل على تواجدك. العفو يا أخوي، ونحن تشرفنا بهذه الاستضافة، ونشكر قناة الفجيرة على استضافتهم لنا، وهذا يدل على حرصكم أن أنتم اليوم صرتم متابعين لكل الفعاليات اللي تساهم في خدمة المجتمع ودولة الإمارات العربية المتحدة. شكرا جزيلا. العفو يا سيدي. نعم مشاهدينا، فاصل ونواصل، تريونا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، رحلة أدبية ممتعة سنخوضها مع روائي ملحم، وندخل من خلالها إلى أعماق أفكاره ومدى حبه وشغفه للأدب والكتابة، كما سنكتشف أيضا كيف تجسد سطوره عوالما خيالية تأسر القلوب. استعدوا لهذه الرحلة الشيقة مع هذا الكاتب الذي سنبحر في خياله ونتعرف على روايته التي حصلت على ثناء كبير من النقاد والقراء في فقرة مجلس الدار. نعم مشاهدينا، رحبوا معي بالكاتب سعيد فولاد. اهلا وسهلا فيك استاذ سعيد. الله يحفظك. يا مرحبا بك طبعا، شرفتني ونورتني. الشرف لنا. الله يكرمك. الله يسلمك ويا مرحبا بك. اكيد انا اول سؤال بسالك يا سعيد عن رواية لعبة الدمى، عطنا تفاصيلها، عطنا حتى لو أبرز يعني شيء من تفاصيلها. زين إن شاء الله. لعبة الدمى هي رواية فيها إثارة وغموض وتشويق. حلو. نحن أستاذ علي تعودنا نقرأ في الروايات ولا نشوف الأفلام مسلسلات أن الشرطة هم دائما يلاحقون المجرمين، صح؟ صحيح. في لعبة الدمى الموضوع نوعا ما مختلف. كيف؟ هو مجرم ولا حق الشرطة؟ لا ما أقول بعد مجرم ضد أفضل فريق من الفرق الجنائية. تخيل، هو شخص ضد فريق كامل، فهالفريق لأنه هو فريق متميز دائما يبولهم قضايا وشي يحلونها، كل ما يحلون قضية يروحون عشان يودون حد من المجرمين يتفاجئون بأن في حد سابقنهم بخطوة، اللي هو من المجرم. المجرم سالخ الوجوه. طيب، فمنو سالخ الوجوه وليش ضد هذا الفريق بالذات؟ هناك
هناك الحكاية، أصل الحكاية هناك. إيه نعم. طيب قبل ما ندخل وقبل ما نتكلم في تفاصيل رواية لعبة الدمى، طبعا أنت الرواية هذه استغرقت منك 5 سنوات. إيه نعم. أنا بعرف ليش استغرقت منك 5 سنوات. 5 سنوات لأن أستاذ علي شوف يعني كرواية أنا روايتي نوعا ما دسمة شوي، فلأن حطيت فيها مثل ما يقولون كل أفكاري، كل اللي في مخي من الخطط، من المفاجآت، من الصدمات، فتعرف هالأشياء لازم تأخذ وقت. ثاني شيء كموظف يعني أنت في الحكومة تعرف العمل شوي يأخذ من وقتك. طبعاً أكيد. إيه، فلذلك يعني الموضوع شوي طول. طيب ما متى أنجز؟ أنا خلصت تقريباً أو أطلقت الرواية في معرض الكتاب أبو ظبي الدولي؟ لا، معرض الشارع الحين حالياً. نعم. اللي موجود؟ نعم. نسخة 42؟ هي نعم. هي ما شاء الله الحين هي. نعم. طيب ما خفت ساسعين؟ لأن أنا بجيب لك يعني ليش سألتك ما خفت، لأن أنت تعرف الحين حالياً القراء أو أغلب القراء متوجهين للروايات القصيرة، الكتب البسيطة. صحيح. ما عنده هذاك الشغف أو الوقت أو الاهتمام الكبير بالقراءة عشان أبطل دفتر ما شاء الله من 5 سنوات وهو يكتب. أي نعم. فما خفت من هذه المغامرة؟ والله ما خفت. ليش؟ لأن أنا أعرف أن في فئة كبيرة من الناس أصلاً تبحث عن هاي الروايات، ما تدور روايات صغيرة، يدور هاي الروايات الدسمة، تبغى تشوف يعني كيف الكاتب كتب هالأشياء، شو أفكاره، شو الغموض، كيف توصل لهالشيء. ففي فئة كبيرة من هال. أنا ما أدري، عندي إحساس أن من اسم الكتاب تدري يعني أحيانا يقول لك الكتاب باين من عنوانه. من عنوانه. فلعبة الدمى ما أدري، أحس أن هناك رسالة تغوص في أعماق هذا الكتاب. ممكن تعطينا شوية رسالة هاي؟ هي الله يحفظك. لعبة الدمى، أنا جتني الفكرة بقول لك من وين. يعني تذكر سعد علي أيام قبل زمان أول كانت فيه مثل مسرحيات، عيون كبار في السن يسوون مثل دمى. صح. العرايس. أيوة، يعلقونها بخيوط. العرايس، مسرح العرايس هذا. مسرح العرايس. ناس. فجتني الفكرة بهالشيء، إنه كأن المجرم الرئيسي سالخ الوجوه يلعب هذا الفريق وكأنهم عرايس دمى بين أصابع. نعم. لعبة الدمى، جميل هذا الاسم حقيقة. الله يعني يحفظك. عميق خير. عميق وايد يعني. زحك. يعطيك العافية عليه. السؤال أيضا، كيف جاءك الإلهام لهذا النوع من الكتابة؟ خلنا نقول أول شيء بفضل من الله عز وجل، ثم الوالدين جزاهم الله خير. الله يحفظهم. حفظك يا رب، دائما شجعوني واهلي كلهم، زوجتي وعيالي واخواتي كل اهلي. ثاني شيء، انا من الصغر سعد علي كنت احب الافلام والمسلسلات اللي فيها غموض، فيها اثاره، فيها جرائم، فيها الاشياء. فاذكر يوم انا كنت صغير امي الله يذكرها بالخير، أخاف الله يحفظ. يعني الله يحفظ علي عقب البيت، كانت تجيب مثلا الفيلم تحطه مكان مرتفع في البيت فوق عشان ما حد حسب اني انا ما اوصل. هي فتقول لي سعيد تبى تشوف الفيلم خلص اللي عليك من مذاكره من الواجبات، اذا خلص بتشوف. فانا اضطر اني انا استعجل واخلص واحفظ بسرعه بسرعه عشان بس اسب اشوف هذا. فمن الصغر يعني أنا سبحان الله متعود على هالأشياء. يوم كنت أشوف المسلسلات أحياناً تيك الحلقة مثلاً توقف مكان فلاني، أو مثلاً مسلسل يخلص بطريقة معينة، فكنت أتضايج أقول ليش الكاتب أو المخرج ما وصل الفكرة الفلانية أو الحركة الفلانية سواها. عقب قلت خلاص خلني أنا أبدأ وأحط يعني كقصة جديدة إن شاء الله. زين سعيد، العصفورة قالت لي أن ربعك في الدوام جابوا لك هدية في توقيع الكتاب هذا. شو الهدية كانت وكيف كان الموقف؟ والله هذا موقف ما ينسى. ما راح يزول من ذاكرتك أكيد طبعا. نعم أي والله. لأن أولا هو مفاجأة. نعم. وثانيا مع أشخاص أنت كنت معهم من سنين. صحيح. ما شاء الله عليك. صحيح. نعم.
العجيب استاذ علي في نفس اليوم اللي انا اطلقت فيه الروايه تعين مديري التنفيذي هو مدير عام دائرتنا دائره حكوميه. فتخيل يعني كانت الفرحه عجيبه. دخلت انا الدوام عشان ابارك له فسلمت عليه لسعادتك مبروك وتوايه وياه وشيها. فقال لي انت اخوي سعيد مبروك على الروايه. لا الله يبارك فيك. قال لي شوف. فيوم صديت تفاجأت تخيل كل الشاشات اللي في القطاع حاط فيها صورة الرواية ويبارك لي على هاي الرواية. فتخيل الشعور يعني هو مدير عام استوى لكن هو يعني مثل ما يقولون أبدأ فرحتي أنا على فرحته بدل ما يحط صوره وهاي الأشياء في القطاع خلوا صورتي أنا أو روايتي يعني في القطاع. فالشيء جميل جدا كان يعني شيء والله ما ينسى. بعد هذا يعني قال لي تعال استريح أخوي سعيد على هالكرسي وهاتوا الرواية. فيوم أشوف يعني مجموعة كبيرة جايب من الرواية وقال لي توقع وتوزع على ربعك على كل زملائك في القطاع. ما شاء الله. نعم بس شرط اول نسخه لي يا اخي ونعم المدير هذا. اي والله والله ونعم المدير. نعم. طبعا نوجه له تحيه من خلال برنامج الفجيره تجمعنا. شكرا جزيلا لك على هذا الموقف الكريم حقيقه واللي مب غريب على عيال البلاد. اكيد نعم. اكيد نعم. يعني سعيد انت انسان طيب الله يحفظك وتستاهل حقيقه يعني جزاك الله خير. الله وهذا هذا التكريم هذا الاحتفاء هذه الفرحه الناس كلها فرحانة فيك وتستاهل من بعد خمس سنين انتظار لهذه الرواية. نعم. أنا على الصعيد الشخصي تشرفت فيك. الله يحفظك. أتمنى الله أتمنى إن شاء الله أن تكون عندنا لقاءات أخرى تجمعني بك إن شاء الله وفي كتب أو روايات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الكاتب سعيد فولاد. الله يكرمك. شكرا 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 جزيلا. جزاك الله خير. يعطيك ألف عافية. الله يسلمك. الله يسلمك. نعم مشاهدينا وصلنا معكم لختام هذه الحلقة على أمل لقاء بكم إن شاء الله غدا. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل ودمتم بخير.